وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامه فإن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه ويشارك آكله والميتة. فإذا أكل الإنسان ولم يسمي شاركه الشيطان يفرح بهذا يفرح بهذا. أما إذا سمى من يريد الأكل سمى الله إن الشيطان يبتعد. نعم. والميتة لا يذكر اسم الله عليها فهي وكل طعام لم يذكر عليه اسم الله من طعامه. نعم. ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. نعم. كل عظم ذكر اسم الله عليه ينشئ الله عليه لحما للجن يأكلونه. نعم. ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه فلم يبح لهم طعام الشياطين وهو متروك التسمية. ذكر اسم الله عليه كل عظم ذكر اسم الله. أما العظم الذي لم يذكر وهو العظم الميتة هذا لا يكون طعاما للجن. وكيف يكون العظم طعاما للجن؟ لا يكسى لحما يكسوه الله لحما لهم يأكلونه. نعم.